يبقى فكرنا ناخد سفنج المواعين اعللك بيه القبلتات دي. ماشي. هي ست انجي يا اختي معديه كده بسلام ولا كلام؟ ازيك يا هبه؟ ازيك يا معلم شعبان؟ اهلا وسهلا. ايه الحلاوه والشياكه دي؟ الوان تزغلل العين. والنبي يا اختي ده انت اللي عيونك دول حلوين وجمال، وبعدين دي اقل حاجه عندنا يعني، ده انا حتى بقالي كتير ما عملتش شوتينج. شوتينج؟ وانت ما شاء الله عليك يا معلم شعبان مطقم النهارده. اسم الله عليك يا ست انجي، دي اهبه حبيبتي جابتولي في الفالنتاين اللي فات. كان تك سري خد 5 فري. يا البيئة. بتقولي حاجة ستانجي؟ لا ابدا، بقول ما شاء الله الصرف والذوق بيبانوا. والنبي يا اختي انت اللي عينيكي حلوة، شوف انا غيرها منمنمة ازاي. عيني حلوة. لو تعرفي انا شايفاكوا ازاي دلوقتي. طيب استأذن انا بقى علشان صدعت شوية، انا اذنكم. اتفضلي يا اختي. هي مالها يا هبة؟ معلش يا حبيبي، ليها حق برضو تتكسر كده ونفسيتها تتقهر. مش شايف يا حبيبتي غلبانه؟ شايف لابسه ازاي؟ بلدي قوي 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 قوي. ياه، ومبهرجه كده. سو فالجر. وكالعاده كل ما احس ان انا مش طبيعيه اروح اترمي في حضن طنط رجاء وانكل. اهلا يا انوش. اتفضلي. مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي. هو أنكل سمير موجود؟ طبعا يا حبيبتي في العيادة، بس معاه زبونة زمان وخلص. اوكي، زي ما قلت لك انت المرة دي احسن بكتير من الاول ما شاء الله. بس هو الكريم اللي بقولك عليه ده 3 مرات في اليوم، مرة الصبح ومرة بعدها. حبيبي يا دكتور. حاضر، هد اللعبة شوية. حاضر يا دكتور. اوكي، تفضلي تفضلي. اوصلك للاسانسير لان ساعات البواب ما بيطلعش الاسانسير. ايه يا طنط المناظر دي؟ شكلها فايزه لما تبقى عايزه. حبيبتي دي كوك الرقاصه، زبونه قديمه قوي عند سمورتي. فرحانه قوي. يعني ايه شكلها زبونه فعلا وانتي ما بتغيريش كده خالص؟ اغير من ايه؟ انا واثقه من نفسي وعارفه كويس قوي سمورتي شايفني ازاي. يعني مش شايفك ام اشرف؟ مين اشرف؟ لا ولا حاجه. هاي انجي. هاي ايه بتاكلي ودان طنط رجاء ولا ايه؟ ابدا يا انكل، كنت بوصيها عليك. بتوصيها عليا. اوكي، ربنا يستر. ها، ماذا ورائك يا خزاعه؟ والله يا خزاعه حاسه انها مش طبيعيه خالص يا انكل. ده مش جديد ابدا. ما انت لو رجعتي طبيعيه انا هحس ان انا احسن دكتور نساء في العالم. اخس عليك يا انكل، ما انا قلت لك قبل كده ماليش غيرك انت وطنط رجاء اشتكي له. اشتكي يا نور عيني، اشتكي يا حبيبتي. قولي بقى علي عمل فيكي ايه؟ لا هو مش علي المره دي. امال مين؟ انا المشكله فيا انا. انتي؟ ايوه، اصل انا كنت بكتب مقاله عن الناس وازاي بيحكموا على بعض من لبسهم ومن مظهرهم الخارجي، ولقيت نفسي ان انا بعمل كده. يعني بقيت مركزه قوي في اللبس. وماله يا حبيبتي؟ الله، مش عيب ابدا انك انت تهتمي بالفاشن. فاشن ايه بس يا طنط؟ فاشن ايه؟ بقول لك المظهر الخارجي، يعني بقيت احكم على الناس من لبسهم. يعني مثلا كوكي دي وهي هل علينا بصيت على لبسها وكده وقلت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم انها يعني سامحني يا رب. لا 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 يا انجي، معلش انا الدكتور بتاعها بقى، كشفت عليها كشف محترم وشفت كل التضاريس ما شاء الله عليها، ما فيهاش غلطه البنت. لا 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 معلش. ايه كوكي؟ ايه التضاريس وكوكي؟ شفتهم فين دول؟ الله. طب سيبك من كوكي دلوقتي وقول لي انكل، يعني بعد السنين الطويله جواز انت وطنط رجاء لسه بتغير عليها؟ قصدي جوجو؟ طبعا هي تقول لك بقى. طبعا طبعا، سمورتي بيغلى عليا من الهوا الطاير. بس بقالنا فتره مش عارف الهوا ما جاش، بيطير في حته تانية. يعني عمرك ما شفتها ام اشرف؟